التنويه يا فندم. ازي اخبار حضرتك؟ اهلا بحضرتك دكتور سامي. اهلا بك يا فندم. متابعه تطورات الملف حضرتك شايفه ازاي؟ والله هو مستجد جديد النهارده. طبعا حضرتك عارفه المستجد ده اساسه اللي فيه مبعوث جاي من الكونغو الى القاهره. طبعا ده بينسق مع مصر باعتبار ان مصر يعني هو حضرتك عارفه ان من اول الشهر الجاي الكونغو هتبقى تاخد تتولى رئاسه الاتحاد الافريقي. ومن ثم هي الزياره دي زياره يعني استهلاليه للتنسيق مع مصر في الدور اللي هتقوم بيه كونغو في رئاسه الاتحاد الافريقي. فطبيعي طالما ان مكتب الاتحاد الافريقي كان منشغل بقاله فتره زمنيه بموضوع سد النهضة، فكان من المتوقع أن يطرح هذا الموضوع في خلال الزيارة. وواضح أن الممثل اللي حضر من الكونغو النهاردة يحمل رسالة واضحة بالتنسيق مع السودان في محاولة أنهم يعني كسر الصمت والتحرك قدما في المسار التفاوضي. ولذلك واضح جدا ان هو جاي بيطرح على الترابيزه المصطلح السوداني اللي بيقول ان الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي واعتقد الامم المتحده الى جانب الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي، الولايات المتحده، والاتحاد الاوروبي والامم المتحده. فطبعا ان هم دول هيكونوا شركاء في انهم يساعدوا الدول الثلاثه الى التوصل لاتفاق. طبعا مصر رحبت لان مصر نهجها الدائم ان هي بتمشي على طول مع اي حاجه تدعم المسار التفاوضي، يعني اي مقترح بناء بياخدنا في المسار التفاوضي اللي مصر ملتزمه بهذا النهج دائما. اكيد مصر بترحب بيه وده مساله متوقعه. كل طبعا بقى يعني واحنا بيني وبين حضرتك حوارات كثيره حول هذا الموضوع. صحيح. يعني هنترقب السؤال هنا، هنترقب السؤال هنا دكتور سامح، هل ممكن ان تعترض اسلوب اثيوبيا بهذه الوساطه او هذا التشكيل الرباعي؟ يعني اثيوبيا كدوله طرف في المفاوضات من حقها توافق او تعترض باعتبار ان هي قد تجد ان ده يعني خرج تاني من تحت مظله الاتحاد الافريقي وبدا يدخل، مع ان كان الاتحاد الاوروبي كان بيشارك في الجولات الماضيه كمراقب لكل المفاوضات اللي بتحصل، فما فيش جديد. والولايات المتحده كان ليها دور صحيح في الاداره الامريكيه اللي خرجت من والاتحاد الافريقي ايضا والاتحاد الافريقي. فانا مش شايف ان يعني اي مبرر لرفض او مبرر لهذا الرفض قد يكون مقبول دوليا. هي كل ما اثيوبيا هتشوف ان في تحرك للامام في الملف طبعا بتحاول تجد من الحجج يعني الواهيه بقى وغير الواهيه انها توقف هذا المسار، بينما مصر ملتزمه بالمسار وتسير عليه. طبعا بقى هنخش زي ما حضرتك عارفه في التفاصيل بقى كلها، ايه هي دور الاعضاء اللجنه الرباعيه اللي ممكن يقدموه. دي طبعا تفاصيل احنا مش يعني برضو الواحد اتعلم من المسار الطويل اللي فات. اللي طبعا مش هنفرح بسرعه لغايه ما نشوف ايه القواعد اللعبه اللي هيتم الاتفاق عليها. طيب فاذا كان يعني حاجه مبشره طبعا مصر بترحب بيها واي حد هيرحب بيها عايز يوصل لحل، خصوصا ان الوقت بيجري واحنا برضو بمناسبه ان الوقت بيجري واثيوبيا دايما تلعب بفكره حرق الوقت. اثيوبيا على طول طلعت التصريح وقالت ان هي هتواصل الملء بالتعبئه الثانيه، يعني ما زالت مصره اثيوبيا على استخدام كل الخروقات للاتفاقيات الدوليه. هي اول ما بتشوف تحرك جاد بقت اصبح قدامها كارتين بتلعب، يا اما مراوغه وحرق في الوقت يا اما التهديد بالملء بما يعطي الاحساس بان يعني المفاوضات دي ملهاش لازمه. احنا مصر متبع نهج عاقل وحكيم في التعامل معاها، ومصر بتضع برضو اثيوبيا محل اعتبار دوله افريقيه، ومصر حريصه على الدول الافريقيه. يا رب بقى اثيوبيا هي نفسها تضع يعني ده محل اعتبار كمان، مصر برضو دولة شريكة في نهر دولة. واي تصرف منفرد من جانب اثيوبيا
لا يجوز. وعمليه استخدام بقى يعني السياسه اللي هي بتنتهجها في التعامل مع السد بارادتها المنفرده دي يجب ان تعيد النظر فيها، لان ده الوضع ده مش هيستقيم لمده طويله ومش هينفع، لان ده تهديد لمصدر مائي الوحيد والهام في مصر والسودان. صحيح. دايما دايما قبل ما بشكر حضرتك على المداخله بسالك على توقعاتك ايه تجاه هذه الخطوات، توقعاتك ايه؟ اتمنى يعني اتمنى يعني اتمنى ان احنا نصل الى، طبعا هندخل في دايره الاتفاق على التيرم اوف ريفرنس، ودي حاجه مهمه جدا طبعا في المرحله الحاليه. اذا اثيوبيا قبلت هذه الاليه الجديده، اتوقع ان المفروض ان يبقى في ضغط ان احنا نستغل هذا الموقف اللي جاي من الكونغو برئاسه جديده. طبعا يعني جنوب افريقيا انهت مدتها لرئاسه الاتحاد الافريقي دون ان تحقق اي تقدم، وده طبعا ما اعتقدش ان هم كانوا مبسوطين بهذا، لكن ده المفروض اللي بيوري للاتحاد الافريقي ان اثيوبيا برضو مش بتساعد. تمام. لكن هل هتستمر اثيوبيا، هل هتستمر اثيوبيا في ملء السد بالفعل فعليا على الارض بعيدا عن التصريحات؟ يعني هتستمر يعني تمام. يعني انا اعتقد ان هي على النهج اللي هي ماشيه بيه ده. هي انت عارفه حضرتك موسم الفيضان، طالما النهارده قالت الكلام ده موسم الفيضان بعد 3-4 شهور، ايوه. يعني ما اعتقد ان هي يعني لابد بقى من المجتمع الدولي اللي يلعب دور اكثر وضوحا جديه ووضوح. صحيح صحيح. لان استمرار الوضع ده مش في مصلحه لا الدول الافريقيه ولا في مصلحه الدول الدين الازرق اللي هم الثلاثه مصر والسودان. نعم. بشكرك دكتور سامح عمرو. تحت امر حضرتك. بشكرك فندم. بشكرك شكرا جزيلا.